تعالوا مع بعض نشوف عجينة الكريب معانا، وهنعمل الموز رولز بعجينة الكريب مع الشوكولاتة. حلو قوي. المقادير على الشاشة، المقادير على الشاشة. حاضر اهو. حلو قوي. هعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معانا موز ومعانا عجينة الكريب لطيفة وجميلة. حلو قوي. ومعانا طبعا شوية شوكولا زي الفل. حطيناها في حمام، في حمام مائي. حطينا شوية زبدة وشوية حليب على الشوكولا. صحت معايا بالشكل ده كده اهو. ممكن تعمل دي الشوكولاتة اهي. أي قالب شوكولا بتحطيه في شوية حليب وشوية زبدة بيديك القوام ده كده. ما عندكيش قالب الشوكولا، هاتي كاكاو وهاتي شوية نشا وشوية حليب، ودوب الكاكاو في حليب ونشا وحطيهم برضو بنفس الطريقة، يعني مهلبية خفيفة اهو زي الفل. تمام، هنخلي ده كده جنبينا واحنا شغالين. واحدة واحدة زي الفل. ناخد عجينة الكريب الحلوة دي كده. تعالي سامحوني بقى لو كلت واحدة. والله شفت العجينة زي الفل اهي. باخد الشوكولاتة بتاعتي بحطها هنا كده. بنسيبها تبرد بقى الشوكولاتة أول ما بيجي لها الصدمة التبريدية اهو. هتلاقيها مسكت دلوقتي نفسها اهو. بس خلاص. معانا الموز. هات موز وانت جاي معاك يا حماده. الموز طبعا كل اللي اسمه حماده دلوقتي فطسان من الضحك. ها؟ ليه بقى؟ بيجيب الموز الراجل الطيب يقعد عندنا يومين ثلاثه اربعه، قشرته تسود، مصيره فين ما اعرفش. شفت؟ الموز كده يتاكل على طول. الف انا وشفا. زي الفل. هنقدمه كده شكله مش حلو بصراحه. نعمل حاجة لطيفة قوي. احنا ورانا حاجة. على بلانشة صغيرة كده، السكاكين الصغيرة بتاعتنا الحلوة. اللهم صل على النبي. ونقطعه. الطبيعي ان لما بنحط شوكولاتة على عجينة كريب باردة ايه اللي بيحصل؟ الشوكولاتة بتشد نفسها. خلي دي كده على جنب. حلو قوي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه النشاط ده؟ ده الموز اهو. انا هدفي ان احنا ولادنا لما بيبقوا جعانين بياكلوا اي حاجه، يعني ممكن معدته تقفل بكيس شيبس. الشيبس ما فيهوش فايده، ما فيهوش قيمه غذائيه عاليه قوي. بطاطس يعني ده شويات وكربوهيدرات. انما لما ياكل موز زي ده يعني بوتاسيوم، يعني الذاكره، يعني شوكولاته ميوده عاليه، يقول لك تسلم ايدك يا ماما ويديك بوسه. هنا الهدف بتاعك. احنا عايزين نوصل معلومه لكل ام. انت بتعملي والله العظيم، وانا عارف الكلام ده لان انا مفتوم على ايد امي، بس كانت بتعملي البيض المسلوق. حلو الكلام. واتدحرجولي في سمنه بلدي. ده اللي كان موجود وقتها بقى، ما كانش الكريب ده ولا تعرفه يعني. حلو الكلام. نتكلم الحقيقه ماشي. ولكن البيض مفيد وكل حاجه، ما اختلفناش. بس دلوقتي الاولاد خلاص شايفين بره الموضوع مختلف، في سوشيال ميديا، في صور بيشوفوها على التليفون، في حاجات كده غريبه. فاحنا عايزين نعمل لهم حاجات زي كده. فدورك بس حاجات مفيده صحيه. موز يعني بوتاسيوم يعني معادن، تفاح يعني برضو قيمه غذائيه عاليه جدا، بيساعد على نشاط الدوره الدمويه والقلب، والتفاح مفيد للقلب باليافه بسكرياته. ادي صباع الموز، وادي عجينة الكريب بتاعتنا. نعمل واحدة كمان. أنا عارف الموضوع عاجبك أنت بالشوكولاتة. حاضر. عينيا. لا أنت ابن حلال، قال لي المافن. لأن هو المخرج شايفه ومسجل صورته فهو جاهز. بس خلينا أحط الصباع الموز ده كده. شفت أنا بعمل إيه؟ الشوكولاتة بتمسك في العجينة وألفها. خلوا بالكم الموز بيتأكسد بسرعة زي التفاح والبتنجان، فهيسود مننا. فأنا حطيت التوبنج الشوكولاتة التغليفة دي علشان الموز ما يسودش. خلي بالك اهو، بلفها كده. انسي الموز هيتنه معاكي، عمره ما يسود. زي الفل. هطلعه دلوقتي. تمام. نعمل كده اهو. نقطعها كده. جايبين لي بقى ايه؟ علبة لانش بوكس كده، بيقولوا دي ب 50 جنيه. عجبتني شكلها والله.
يعني انا لو ترجع بيا الطفوله تاني اجيبها، شكلها حلو، هنشوفها مع بعض دلوقتي، هنوريها لحضراتكم ازاي نستخدمها. نيجي للموضوع ده، دي اختراع يعني، دي افكار، انا مش بقول لك اشتريه يعني، ممكن تجيبيه عادي من المصروف عادي مفيش مشكله. في هنا متقسم اهو، احنا ممكن نحط هنا مثلا على البيتزا اللي هي في الفرن دلوقتي اللي هي معموله بعجينه الملفي، وهنا بقولوا لي في هنا فتحه حلوه هنا في نية اهي. ايه ده؟ ايه الاختراع ده يا شيفي؟ كان الكلام ده على ايامك؟ هو ده تتحط هنا كده، يا دلعك اهو حلو قوي. نملاها بقى ده الموز هنا وجواه شوكولاته. برضه دورك انك تقولي لابنك او بنوتك الحلوه، لقيت البيبي او لقيت صاحبتك او صاحبك مش جايب الحاجه دي، دوقه. قول له ماما على فكره بتتفرج على الشيف المغازي. مين الشيف المغازي؟ طبعا الولد مش هيعرفنا ويمكن يعرفني، ده بيجي على القناه الاولى، عمل الحاجه دي لطيفه وجميله، ويبدا يتابع ومامته تتابع. حلو الكلام، يدوق. هنخلي دي كده على جنب. طب ده اتملى بقى، هنحط فيه ايه تاني؟ زي الفل. على فكره بقى اطفال كتير بيحبوا الحاجات دي في اللانش بوكس. الفلفل ده الالوان تقطع بالشكل ده كده بنجيب خياره بنقطعها له بنحطها له هنا مفيش اي مشكله، ونقفل ده نخليه زي ما هو واخليه اهو. بس في حاجه اختراع هنا، الشوكه والمعلاه. ايه ده؟ ايه ده؟ كان فين ده على ايامنا يا شفيق؟ حلو زي الفل. في حاجات احسن من كده على فكره، وده كلام فاضي يعني، ده ب 50 جنيه في حاجات باسعارها عاليه، بس ده حاجه حلوه يعني عجبتني بصراحه. جيب الالوان اللي اولادك بيحبوه مفيش اي مشكله. كل طفل طبعا له ميول للون، جيبها له عادي اهي حطها كده. تعمل ازاي دي يا مشاهد؟ مش عارف انا المعلقه دي. المهم ده يتحط كده ويتقدم، يتاخد مع الطفل او لابنك او بنوتك الحلوه، وتبقى حاجه سهله وبسيطه. عجبني قوي الموز الرولز بعجينه الكريب جواه الشوكولاته. لو لاحظت هنا الموز مش هيسود خالص لان هو متغلف شوكولاته، والتوست بتاعنا فيه منه التفاح وفيه منه طبعا بالشوكولاته، والفلفله الملونه دي لطيفه فيتامين سي، واخده في العلبه بتاعته زي الفل. انا مش هقفله، انا هخليه مفتوح كده. We'll be right back.